السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم في درس جديد من دروس التربية الإسلامية. ولكن قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد علينا أن نستذكر الدرس السابق وهو أعمال الوضوء، وقد ذكرنا أن أعمال الوضوء لها 9 خطوات يجب القيام بها، لكن حديثنا اليوم هو مبطلات الوضوء. ولكن قبل أن نبدأ بدرس مبطلات الوضوء علينا أن نقرأ قصة. استيقظ عمر من نومه مع أذان العصر، فاستأذن أمه أن يذهب مع أخيه الكبير إلى المسجد. الأم: هل توضأت يا عمر؟ عمر: نعم يا أمي، توضأت قبل أن أنام. الأم: ألا تعلم يا بني أن النوم يبطل الوضوء كما يبطله دخول الحمام لقضاء الحاجة؟ عمر: حسنا يا أمي، سأتوضأ الآن. هذه قصة عمر وأمه، لكن قلنا أن اسم الدرس هو مبطلات الوضوء. ما معنى مبطلات الوضوء؟ فكروا، ما معنى مبطلات الوضوء؟ أحسنتم، مبطلات الوضوء هو القيام بعمل يمنع الوضوء. فهذا عمر عندما توضأ ثم نام، فإن النوم يبطل الوضوء. إذن أول مبطلات الوضوء هو النوم، فإذا نام الإنسان فإن النوم يبطل الوضوء. وأيضا دخول الحمام لقضاء الحاجة هو أيضا من مبطلات الوضوء، فعلى الإنسان إذا نام أو دخل الحمام عليه أن يتوضأ من جديد. فمن مبطلات الوضوء النوم أولا، ثانيا دخول الحمام لقضاء الحاجة. فعلي يا طلاب الأعزاء أن أحرص على أن أتوضأ استعدادا للصلاة، فيجب أن نكون مستعدين للصلاة وذلك بأن نتوضأ. فإذا نمنا فإننا بعد النوم نقوم ونتوضأ، وإذا دخلنا الحمام لقضاء الحاجة بعد ذلك يجب أن نتوضأ حتى تصح صلاتنا. والآن سوف نقوم بحل صفحة 20. نشاط ختامي: أخط بقلمي على العبارات الآتية ثم أقرأ. الماء نعمة عظيمة من الله، يجب أن أحافظ عليها. لقد قلنا أن من آداب الوضوء في الدرس السابق عدم الإسراف في الماء. لماذا؟ لأن الماء نعمة عظيمة من الله يجب أن أحافظ عليها. فعليكم أعزائي الطلبة أن تكتبوا بقلمكم على هذه العبارة الجميلة. أما أختبر معلوماتي، أضع إشارة خطأ أسفل العمل الذي يبطل الوضوء في الصور الآتية. انظروا للصورة الأولى، هل النوم هنا يبطل الوضوء؟ أما في الصورة الثانية، هل هذه الفتاة عندما تشرب هذا الماء، هل شرب الماء يبطل الوضوء؟ فأي من هؤلاء الصور يدل على أنه يبطل الوضوء؟ النوم يبطل الوضوء أم شرب الماء؟ فكروا أعزائي الطلبة. أحسنتم، أن النوم هو من مبطلات الوضوء. أما عندما أشرب الماء أو أتناول الطعام أو الشراب فإنه لا يبطل الوضوء، إنما من مبطلات الوضوء هو النوم ودخول الحمام لقضاء الحاجة.
فإذا نريد دائما أن نحرص على أن نتوضأ استعدادا للصلاة، وجزاكم الله خيرا.